വിശുദ്ധിന്റെ ശാന്തിയുടെ തൂവുമായി അവതരിച്ച വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അവതീർണമായ മാസത്തിൽ അതിന്റെ നാമധേയത്തിൽ ദുബായ് ഗവൺമെന്റിന്റെ കീഴിൽ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ മക്തൂമിന്റെ റമദാൻ ഉപഹാരമായി ലോകത്തിന് സമ്മാനിച്ച ദുബായ് ഹോളി ഖുർആൻ അവാർഡ് മലയാളികൾക്കായി ഈ സുദിനത്തിൽ ആഗോള ഇസ്ലാമിക കലാലയമായ കാരത്തൂർ മർക്കസു സഖാഫത്തി സുന്നിയായുടെ ജനറൽ മാനേജറും പ്രഭാഷണ കലയിലെ വിസ്മയ ശബ്ദവുമായ ബഹുമാന്യനായ സി മുഹമ്മദ് ഫൈസി പ്രഭാഷണം നടത്തും. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى وفق لنا للاجتماع في هذه القاعة المباركة بمناسبة جائزة دبي للقرآن الكريم الذي انعقدت تحت حكومة دبي. وفي هذه المناسبة نعتز به ونفتخر، حيث قال الله سبحانه وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. الفضل في هذه الآية القرآن، وليس شيء من الكتب أفضل من القرآن تلاوته وتدبره وبيان معانيه والبحث فيه عمل صالح، ويجب على جميع المسلمين صيانة هذا الكتاب من الذهاب والضياع وإزالة التهم والشكوك الواردة حولها من المعاندين. ولكن هذا إنما يتم بالتحري والاعتناء الكاملة علما وبحثا ودراسة وتلاوة بين المسلمين وبين جميع أهل الأديان. ونشكر الآن جميع من تشرف بالسعي في مجال جائزة دبي للقرآن الكريم، جزى الله سعيهم وتقبل أعمالهم ووفق الله لنا ولهم بما فيه الخير للأمة المسلمة. ونذكر في هذا المنص فقيد الأمة صاحب السمو جلالة الشيخ زائد بن سلطان آل نهيان، تغمده الله بغفرانه وأدخل في فصيح جناته. وندعو ونبتهل إلى الله للمغفور له صاحب السمو الشيخ راشد بن سعيد حاكم دبي زمنا طويلا، غفر الله ذنوبه وجعل جنة الفردوس مأواه. ولفقيد الأمة صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، غفر الله له وجعل الجنة مأواه وجمع الله بيننا وبينهم في الجنة. ونرفع في هذه المناسبة ونتمنى أزكى آيات التبريكات من صميم قلوبنا وقلوب المسلمين في الهند عامة إلى صاحب السمو
Khalifa bin Zayed al-Nahyan, رئيس الدولة حفظه الله ورعاه. وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أيده الله بتأييدي لأن يسدد خطاه ويخدم الأمة ويخدم لدين الإسلام ونشكره شكرا جزيلا ونرفع لهم أزكى آيات التهاني مرة أخرى وخاصة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على أن عد وهيأ هذه الجائزة جائزة دبي للقرآن الكريم ولا ننسى دورة فضيلة المستشار إبراهيم بوملحة رئيس اللجنة المنظمة لجائزة القرآن الكريم ونتمنى لهم الحياة الطويلة في خدمة الإسلام والمسلمين وتقبل الله منا ومنكم هذه الأعمال مقبولة ومرضية ونرفع لجميع حكام الإمارات